طيب كابتن رضا، هل موسيماني حقق نتيجة تاريخية بالنتيجة دي وبنفس أسلوب مستر جوزيه يعني في لا، تاريخ النادي الأهلي؟ لو كان كسب 5-0، ما هو خمسة كابتن بقى، ما هو ما أنت لا جبت خمس ما أجوان دخل في فيه ثلاثة. ببص هو يعني عقر الدنيا تاني بالثلاث أجوان اللي دخلوا فيه. ما هو أنت بتلعب بثلاثة دندرات وفي ليبرو مقلوب ويخش فيها ثلاث أجوان، أمال بقى لو بتلعب اتنين زي الزمالك كان دخل فيك كام جول؟ هو بيعتبرها نتيجة تاريخية يا كابتن. لا هو بيقول كده، بياكل عيش على جمهور الاهلي. اسمع الكلام ده، جمهور الاهلي امبارح معاك في التقرير زعلان جدا ومتضايق جدا ان كان ما جابش جوان اكتر، لان دي كانت فرصه مش هتتكرر. مش قالوا لك كده في التقرير امبارح؟ قلت اول مره جماهير الاهلي تنصفني، مش انا قلت كده معاك امبارح؟ صحيح صحيح، كان في التقرير جماهير، كانت اكيد جماهير الاهلي كابتن زعلانه النهارده كل لما بتشوف التعليقات في فرصه انها تكسب المنافس التقليدي بتاعها بعدد كبير من الاهداف اكيد بتزعل لما يكون طبعا يعني ما لا. يحصلش وبعدين يعني. اصلا كمان يعني ان ما فيش اي خطوره من نادي الزمالك، انت فاهمني؟ يعني انت مثلا لو الزمالك هو اللي مهاجم وضغط وبيضيع في العارضه وناوي يطلع، وده يطلع من على خط المرمى وكره بالعرض وتعدد، انت واخد بالك؟ فانت ممكن تقول انما انت امبارح ما فيش اي مقاومه من لعيبه الزمالك، يعني هم رموا الفوطه بسرعه. طيب وبعدين الانهيار بان، فانت استغل الكلام ده، ورينا بقى امكانياتك الفنيه. انما الكلام بقى طبعا اللي في المؤتمر والخمسه والماتش اللي جاي هكسب سته، تعالى قابلني ادينا لو شفت الجون تاني بعدين، الا اذا بقى لو لعيبه الزمالك بقى فعلا بقى يعني لعيبه ما عندهاش نخوه. هل كنت تتوقع كابتن اي يعني مواقف او موقف من مجلس اداره نادي الزمالك او اي قرارات تبقى موجوده في مجلس اداره نادي الزمالك بعد الهزيمه دي؟ الزمالك اللي موجود ده هو السبب في الوصول له الكلام ده. ما فيش لا مكافآت ولا في لبس ولا في فلوس ولا في صفقات، وكانوا بيخبوا وطلعوا حتى اللعيبه اللي هي اصلا كانت متأيده طلعوها. ده لازم الناس دي تتحاسب يا عم فاروق. ده عاملين بلاوي متلتله.